جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا الشخص يحلف بغير الله، يحلف بالأولياء والشيوخ، ويجوز معالجة الأمراض بالشيوخ وبالقرآن والعزيمة وبعض كتابة الحجر. أفتونا في هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هذه أمور فيها تفصيل. طيب، فذكرت عن هذا الرجل. نعم، هذا المستمع يسأل ويقول: عندنا الشخص يحلف بغير الله. هذا مسألة الحلف. نعم. بغير الله أمر محرم. طيب. وشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وأما مسألة الاستشفاء بالمشايخ، فإن كان القصد من ذلك أن المشايخ أهل عقيدة وأهل دين ويقرؤون على المصاب وعلى المريض من كتاب الله ومن الأدعية المباحة، فهذه رقية شرعية. وإن كان القصد أنهم يستشفون بالمشايخ بمعنى يتبركون بهم ويعتقدون أن فيهم الشفاء، فهذا شرك بالله عز وجل واعتقاد لهؤلاء المخلوقين أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وهذا شرك أكبر. فالمشايخ لا، ولا غير المشايخ، كل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل. وأما أنهم يكتبون الحجب، فهذا فيه تفصيل. إن كانت هذه الحجب من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذه موضع خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تجوز، لأنها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز من الشركيات والبدعيات والخرافات. فتح المجال في هذا يسبب شرا، والدين جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك وإلى البدع. هذا هو الصحيح، أن الحجب وإن كانت من القرآن وإن كانت من الأدعية فإنه لا تجوز كتابتها وتعليقها، وإنما يكتفى بالرقية الشرعية التي هي القراءة على المريض مباشرة والنفث عليه مباشرة من القارئ، أو كتابة قرآن في على أشياء طاهرة ثم تغسل ويشرب غسالتها. هذا أيضا أجازه بعض الأئمة، لأنه داخل في الرقية وداخل في الاستشفاء بالقرآن ولا محذور فيه. وأما كتابتها على أنها خروج وحجب تعلق، الصحيح أنها ممنوعة وإن كانت من القرآن. أما إن كانت هذه الحجب وهذه الحروز من الألفاظ الشركية والاستغاثة بالشياطين أو من الطلاسم والحروف المقطعة التي لا يفهم معناها، فهذه ممنوعة بالإجماع.